واحد يعز عليك جاك اعطاك مثلا شيء معين، مو شرط تقول هذا الشيء، او ان اردت قوله فحسن. شوف هو اصلا حتى بالاثر، مو بالاثر، بالحكمه والموعظه حسنه، الايه هذه صحيح وجادلهم، ايه النصيحه، إيه نعم. لحظه، مو بالحكمه والموعظه الحسنه يا شيخ، الحين ستاتي الايه يا شيخ، ادعو الى سبيل ربك، ادعو الى سبيل ربك والموعظه الحسنه بالحكمه والمو... حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال، الله عز وجل قال النبي عليه الصلاه والسلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. فهو دائم الليونه سبحان الله تقرب الناس منك، هي اللي تجيب النتيجه. ايه، بعض الناس يعني لا تصير، بعض الاحيان الناس يصير يعطيك بالوجه، لا لمح الا عاد، اذا بعض الناس ترى بعد حاد الطبع راسه يابس، يبي له عاد تعطيها الصراحه. بس ما جاوبتي على السؤال، نصيحه جاتك شيء؟ نصيحه جتها ما انساه، ايه يعني كانت لطيفه. وصاك بشيء؟ صلاه الضحى، واحد وصاك بالذكر ما تنساه، شيء كذا يعني. ما ادري، بس ان امي مثلا، امي نصايحها بعض الايام لنا، ما تقول سوى الشيء فلاني مثلا، ما تقول البس شماغدة، لا تقول والله شماغدة عليك حلو. الله، يعني تقول انه حلو. كرر علي حديثهم يا حادي. آه، اي كلام، اي ترى هذه كرر علي حديثهم، يعني اذا واحد قال لك كلام جميل في شخص او حكى لك قصه لواحد من الطيبين والطيبات، تقول له كرر علي حديثهم، يعني نريد مثل هذا الحديث. ايوه، يلا. فهذه من طرق النصح الجميله، تقول إيه؟ هذا يصلح عليك. اي مثلا لا ما تقول لك لا تسوي، لا بس تقول هذا يصلح، خيرك يعني، اعطيك إيه؟ الخيار، يا سلام، وتأنيب الضمير بنفس الوقت. بس مو بجارحتك تقول لك مثلا اشماغل ابيض مو بحلو. نعم. لا، تقول البس اشماغل احمر، احس انه حلو عليك، حتى ما تحب يعني. مثلا انا هذا مثال طبعا، انه اشماغ كذا، ولا النصايح ما ودنا نقول هذا، لا ما ودنا نقول شيخ هذا في علم النفس ترى كذا يقول لك الطفل، لا يعني لا تأشر. لا، ما أشر علي والله، أشرت والله، أشر علي والله، أشر علي، أشر إيه هو أشر طفل هذه والله، أنزف نحن خلاص مسحوبة. يقول الطفل، كلنا أطفال بعيون أمهاتنا، صح ولا لا؟ حلوة. أنا ما خليتني أكمل، الطفل بعين أمه غزال. هذا يعني سبحان الله دائما ما تعطيك، لا أصر نفسيا يقول لك إنها تعطيك الخيار أفضل، أعطي الخيار للطفل أفضل. كلام جميل. من الجبر، لأنه الجبر بعض الأحيان الطفل هو ما يدري، لو طاحت الكاسة هذه على الأرض وانكسرت وتوبخ الطفل، ليش يحطها هنا؟ هو ما يدري ليش انضرب، أو ليش مثلا انجبر إنه يسوي هذا الأمر. ولكن لو أنت أعطيت الخيارات دائما يكون أفضل. جميل. هذا على كلام عبد الوهاب قبل شوي، إنه البس الشماغ الأحمر أو البس الشماغ الأبيض. الله يسعد مساك شيخنا حبيبي، وهذا الكلام فعلا جميل. إذا جيت مثلا مع الطفل، يعني أحيانا الطفل سبحان الله، وهذه حتى طبيعة فينا، الأشياء الغالبا الصحية، المثال في الأكل والشرب، ما هي جاذبة، يعني الشوفان على فائدته ما نحرص عليه، الفواكه، نحن لسنا أصحابا للفواكه ولا للماء، يعني الماء سر الحياة، تخيل صحيح. أنت دماغك بحاجة إلى أكثر من 70% من هذا الماء، فكيف يعني مرات بعض الصداع وبعض الألم هو سبب فقط قلة الماء. شوف دائما إذا حبيت تشرب تجيب فائدة على الماء، بسم الله، يا سلام. فلما تيجي للطفل مثلا، أنت لو قلت له تشرب حليب، إيش راح يقول؟ غالبا لا، أنت ودك أنه شيء يستفيد، إيه؟ فتقول له حليب ولا أعطيك عصير برتقال، أنت أعطيت له في اثنين خيارين حلوين، يعني خيارين صحيين، غالبا سبحان الله الذي تخيره سيختار أحدهما، راح يختار. مثال واحد، أنت ودك تزور عبد الوهاب، بس لو قلت له عبد الوهاب أجيك العصر، يقول لك مثال اليوم غير مناسب، بس قلت له عبد الوهاب العصر أو المغرب، راح يختار، سيختار أحدهما. إيه، دائما الخيارات أفضل. ولو وش أفضل لو قعدت أنت قابله مثلا؟ ما تحدد له. لا هو ما يبغى. أنا شكلي ما بلمكم. خلاص. أنا غيرت غريدة هاجر. إيه، أعطينا شيء. هاجر تقول: تاج راحة البال قول لا حول ولا قوة إلا بالله.